السلام عليكم. اليوم غادي نقدموا لكم لاصوص بيشاميل بطريقه الاصليه ديالها كالعاده. اول حاجه خصنا شويه ديال الدقيق، الزبده، الحليب، البصله، القرنفل، شويه ديال الكوزه. طريقه بسيطه وسهله. اول حاجه اللي غادي ندير ناخذ شويه الزبده نديرها في شي كاسرونه تكون سخونه بطبيعه الحال، كنخليوها تذوب واحد شويه، من بعد تناخذ الدقيق كما تلاحظوا نديروا معلقه ديال الدقيق. المقادير كلها غادي تلقاوها على الشاشه. كنخلط هذه المقادير ديال الزبده والدقيق، من بعد تناخذ الحليب على حسب الكميه اللي باغي ندير. تنخلط هاد المقادير مع الحليب باش ما يبقاو لياش ديك الكويرات ديال الدقيق مع الزبده. هي ما حد كتسخن كيذوب الزبده، وفي نفس الوقت الدقيق ما كيبقاش مع التحرك دائما. من بعد شنو تندير، تناخد شويه ديال الكوزه شويه، تناخد شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. وما دابين الا كان الابزار ابيض باش ما كيبان ليناش اللون ديالو، ولا كان الاسود ماشي مشكل نديرو غير واحد شي شويه. من بعد شنو تندير، تناخذ بصله بحال هذا الشكل هذا، وتناخذ قرنفل تنحطهم في البصله بحال الطريقه هذه. بصله واحده، جوج ثلاثه القرنفلات، وكنحطهم في هذا الحليب اللي غادي ندير به بشاميل، وكنخليوه حتى تيطيب مزيان. من بعد شنو تنديروا، فاش تيطيب هذا الشيء كله تيتجانس وتتبقى لا بيشاميل تتقصح شي شويه، تناخذ البصله وتنحيدها، وانا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش جات. وكما تلاحظوا لاصوص بيشاميل هي هذه اللي وجدناها لكم. ما عليكم غير تشاركونا في لاباج ديال الفيسبوك ديال الشيف الهادي، وكذلك اليوتيوب، واعطونا اقتراحاتكم، وما تنساوش الاعجاب ديالكم بالصفحه.